اختتمت أول وأكبر مسابقة للأنشطة الطلابية في مصر والتي أطلقتها مؤسسة شباب القادة، وشهدت المسابقة منافسات بين الفرق المتقدمة بمشاركة 100 نشاط طلابي على مستوى الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. على مدار يومين أقامت مؤسسة شباب القادة أول وأكبر مسابقة للأنشطة الطلابية، والتي تأتي انطلاقا من الاهتمام بتمكين الشباب للانخراط بشكل إيجابي في المجتمع من خلال أحدث أدوات التقييم والتطوير الوطنية والدولية. من اسكندرية لأسوان جمعنا كل الأنشطة الطلابية من مختلف الجامعات، بيتسابقوا في قطاع مهم جدا هو قطاع التصنيع والإنتاج، في قطاع آخر مهم جدا هو قطاع البيئي اللي العالم كله دلوقتي بيتكلم عليه، دلوقتي عندنا كمان في قطاع اسمه نماذج المحاكاه، فعندنا شباب بتتكلم عن نماذج محاكاه الحكومه المصريه، بتتكلم عن نماذج مجلس النواب والشيوخ والمحليات، وكمان عن ملف مهم جدا هو ملف حقوق الانسان، فلما يبقى شبابنا عارف احنا حقوقنا ايه ويبقى بره يبقى عارف ان المجهودات المحترمه اللي الشباب بتعملها داخل الجامعات في ملف حقوق الانسان هو ديت الغرض الرئيسي من المسابقه. ال 500 نشاط طلابي دول على في مدى الشهور اللي فاتوا مروا بفلتريشن بروسس طويله شويه عشان يوصلوا ل 100 نشاط طلابي النهارده موجودين بيتنافسوا مع بعض على المراكز الاولى، عندنا 6 مجالات مختلفه الانشطه بتتنافس فيها عشان يقدروا يكسبوا الجوائز الماديه والتدريبات على مدار السنه. القياده هي مش بس اشخاص، هي اشخاص وكاركترستكس وصفات موجوده في الاشخاص وصفات موجوده في البيزنس او العمل اللي هم بيعملوه، سواء العمل ده عمل باجر او عمل تطوعي. انا برضو بحب أثني على العمل التطوعي، إن العمل التطوعي في أحيان كتيرة بيكون مسؤوليته أكبر من المسؤولية بتاعة العمل العادي اللي احنا بنشتغله فيه شركتنا. المسابقة شهدت منافسة قوية بين الفرق المتقدمة بمشاركة 100 نشاطا طلابيا على مستوى الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك في 6 مجالات رئيسية تتمثل في التنمية البشرية، الطب والصحة العامة، الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب نماذج المحاكاة والتصنيع والإنتاج ومجال البيئة. YLF من أكبر التجمعات الطلابية واللي فعلا بيساعد الطلاب بطريقة مختلفة وجديدة، فعشان كده احنا شاركنا فيها. احنا الكلاب بتاعنا ليه رساله ان هو يساعد الناس اللي ليهم افكار من ناحيه ان هم يعملوا مشاريع وستارت ابس ليهم، ان احنا بنساعدهم عن طريق اول بروجرام لينا اللي هو ستيب 1. احنا تيم هدفه ان احنا ريفايف الاندستري عندنا في مصر، ان احنا يعني ننمي صناعه السيارات عندنا في مصر، لان الصناعه عندنا في مصر مش احسن حاجه، فبنحاول ان احنا نحسن الموضوع ده ونزود صناعه السيارات عندنا في مصر ونعرف الناس بيها. احنا البروجكت بتاعنا السنه دي هيكون ان احنا بنعمل زي روبوت او حاجه بتحاول ان هي تحصد المحاصيل باقل تكلفه، وبرده بتحاول تحسن الجوده بتاعه الاستصلاح الزراعي في نفس الوقت. ياتي تنظيم هذه المسابقه انطلاقا من الايمان بقدره الشباب على التفكير الابداعي وتخطيط وتنفيذ المشروعات الخدميه في المجالات المختلفه، وهو ما يعد هدفا اساسيا لمؤسسه شباب القاده. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري.